قصه الصحافه الاعتناء ب رغم التحفظات اللي عندي على الدور اللي لعبوا بالعيز، انا نحيي فيه ما احيي ما قام به ان استقال عن حق، لان اذا كانت مصلحه البلاد ومصلحه الافراد غير متطابقه، ف إن كان الإنسان يحترم نفسه فيفضل مصلحة الجماعة، مصلحة البلاد على مصلحته، وأحسن ما فعل، لأنه يكون بذلك فعل حاجة واحدة يشهد بها الشعب الجزائري. يجوا المناوبة ويتكرموا مثلك مثل الآخر مثله، هذو هما القوة الواحدة. وكاين ناس دي زاندوستريال دي زوم دافير، ما نغلطوش ما نحسبهمش كلهم خماج حاشا وجوهكم، كاين جزائريين والاغلبيه نقول عندهم المال وعندهم الروح الوطنيه، كانوا يساهموا. يقول لك تشهرش باسمنا لان نخافوا من نظام، هذا من ليزامبو، هذا يغلقوا له، هذا يديروا له مشاكل. دونك ما نخلطوش، وانا جو سوي با مرسونير، ني تاع فلان ني تاع فلان. لي مرسونير معروفين ويقول لك ما نعرفهمش ولا ما سمعتش بهم، وبيان راهو اطرش ولا راهم ما يشوفش.